مجال الأفسس. أفسس واحد من بولس رسول يسوع المسيح خلال إرادة الله للقديسين اللي في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. نعم ليك وسلام من الله أبونا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح اللي باركنا بكل بركة روحية في الأماكن بتاعت السماء في المسيح، زي ما اخترنا فيه قبل بنا العالم عشان نبقى قديسين ومن غير لوم قدامه في المحبة، لأنه سبق عيننا عشان يتبنانا ولاد لي بيسوع المسيح على حسب القصد المفرح للمشيئة بتاعته، لأجل مدح مجد النعمة بتاعته الأنعم بيها علينا في المحبوب اللي فيه لينا الفدا بدمه وغفران الخطايا حسب غنى النعمة بتاعته اللي دهلنا بوفرة بكل حكمة وفهم لما عرفنا بسر إرادته حسب فرحته اللي قصدها في نفسه، لأجل التدبير بتاعه لما تكمل الأوقات عشان يجمع كل حاجة في المسيح، يعني اللي في السماء واللي على الأرض كله ده اللي فيه كمان خاتم نصيب كان سبق وحدده لينا على حسب قصد ده اللي بيعمل كل حاجة زي ما تشوف مشيئته، بهدف اننا نبقى سبب مدح لمجده احنا اللي سبق حطينا املنا في المسيح. اللي فيه كمان انتوا حطيتوا رجاكم لما سمعتوا كلمة الحق انجيل الانقاذ بتاعكم، اللي فيه كمان لما امنتوا اتختمتوا بالروح القدوس اللي اتوعد بيه اللي هو عربون الورث بتاعنا عشان كده تتشاروا لكن مدح المجد بتاعه. عشان كده انا كمان لما سمعت بالايمان بتاعكم بالرب يسوع والمحبة بتاعتكم ناحية كل القديسين لسه عمال اشكر عشان خاطركم وانا بفتكركم في صلواتي عشان يديكم اله ربنا يسوع المسيح ابو المجد روح الحكمة والاعلام في معرفته. متنور عيوني هقولكم عشان تعرفوا ايه هو امل الدعوة بتاعته وايه هو قيمة مجد الورث بتاعه في القديسين وايه عظمة قدرته اللي زايده قوي ناحيتنا احنا المؤمنين حسب عمل قوته الجامدة اللي عمله في المسيح لما قومه من بين الميتين وقعده على يمينه في الاماكن بتاعت السماء فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يتسمى مش في الزمن ده بس لكن في المستقبل كمان، واخضع كل حاجة تحت رجليه وخليه هو راس فوق كل حاجة للكنيسة اللي هي اسمه ملو اللي بيملك كل في الكل.